يوم الغضب هو اليوم الذي تفجرت فيه شرارة ثورة سلمية شعبية في البحرين في 14 من شباط فبراير عام 2011، حيث اتخذت هذه الثورة من دوار اللؤلؤ الذي عرف لاحقا بميدان الشهداء منطلقا لها. ومنذ انطلاقها رفعت مطالبها عاليا والتزمت الطابع السلمي والتأكيد عليه لتحقيق أهدافها، وكان أهمها اعتماد نظام انتخابي عادل واعتماد سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات، إضافة لسلطة قضائية موثوقة ومستقلة يشرف عليها مجلس مستقل للقضاء، والأهم من ذلك إشراك جميع مكونات المجتمع في السلطة دون تمييز طائفي أو سياسي. كما تميزت هذه الثورة عن باقي الثورات باتباع خطين متوازيين هما التوحد خلف القيادة السياسية والتظاهرات السلمية ضد النظام الحاكم. لكن نظام المنامة وبدعم مفرط من نظام الرياض سعى على طول 6 سنوات من عمر الثورة إلى قمعها بشتى الوسائل، حيث طال هذا القمع الدامي جميع شرائح المجتمع ما بين اعتقال آلاف الشبان والرجال والأطفال وإسقاط الجنسية عن العشرات من النخب الدينية والثقافية والمعلمين والأطباء، وبين استخدام السلاح لقتل المتظاهرين حتى النساء والأطفال منهم، واستخدام القنابل اليدوية والدهس بالمدرعات، وجلب المرتزقة لمحاصرة أحياء بأكملها كحي الدراز ومحاصرته التي تستمر منذ أشهر حتى الآن، إضافة لقتله عشرات البحرينيين كان آخرهم إعدام الشبان الثلاثة الشهر الفائت. نظام المنامة جلب قوى أجنبية ومرتزقة لمساعدته بقمع الثورة، كان آخر فصولها استقدام وزارة الداخلية البحرينية 60 جنديا من جنود كيان الاحتلال الإسرائيلي لمساعدته في تدريب عناصره على طرق قمع المتظاهرين، إضافة لقدوم المئات من قوات الاحتلال السعودي. منظمة العفو الدولية قالت إن النظام مارس تعذيب المحتجزين واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وقتل بعضهم، كما حكم نشطاء بارزين ووجوها من المعارضة بجرائم تتعلق بالتعبير في محاكمات جائرة، إضافة لاستخدامه قوانين قمعية منها سحب الجنسية من نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وطردهم قسرا خارج البلاد.